انطلقت فعاليات حملة التبرع بالدم بمحافظة مطروح، يأتي ذلك لدعم الأشقاء في غزة بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة. مشارك معانا مؤسسات كتير زي حياة كريمة ونقابة المحامين وشباب والرياضة، ولسه في مؤسسات تانية جاية بتدعمنا. بنقول لك انزل وشارك وادعمنا في حملة التبرع بالدم لصالح اخواننا في غزة. انا جيت النهاردة عشان اتبرع تبع تبرع حملة الدم لصالح اخواتنا في غزة. بدعو كل شباب مطروح ان هم يجوا يتبرعوا، جات لنا الفرصة ان احنا نبقى فعلا متضامنين معاهم بدمنا على الاقل. شاركت النهاردة في حملة تبرع بالدم لصالح اخواتنا في فلسطين، للمقاومه، حمله التبرع المقاومه في محافظه مطروح. طبعا انا بشكر كل القائمين على الحمله اللي موجوده النهارده، وان شاء الله بندعو المواطنين للمشاركه في الحمله وابناء وشباب محافظه مطروح.